Apple بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم بمناسبة قدوم شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إليكم هذا التطبيق القرآني المميز بصراحة التطبيق حجمة على الأب ستور ما يتعدى 5 ميجا أقل حتى من 5 ميجا لكن فكرته بصراحة رائعة فهو التطبيق مخصص لاختبار الحفظ اسم التطبيق اختبر حفظك هذه واجهته الرئيسية اختبر حفظة أول, زر. أول زر هذا اللي هو سويتش لانجوج هذا اللي يغير لك بين اللغات لو تضغطه تصير لغة التطبيق إنجليزية تضغط مرة ثانية ترجع لغة التطبيق عربية فهو ما بغير لغتين عربي وإنجليزي آية وتخمين سورة هنا أول نوع من الاختبار اللي هو آية وتخمين سورة لما ندخل عليه من سورة أولا أنت المقدار اللي تريد تختبر الذي تريد أن تختبر به كم من سورة الفاتحة, من الفاتحة, الفاتحة إلى الناس. سورة الناس, الناس يعني كل المصحف فأنا ممكن أن أغير ممكن اختبر ب... بعدد معين من الصور مثلا الفاتحة. انا من سوره, من سورة الفاتحه من الفاتحه لا انا اريد الفاتحة. من سوره النساء مثلا اضغط على الفاتحه هذه واغير المائده النساء اخليها من سوره النساء الى سوره زر الرجوع من النساء زر إلى سوره خلاص الناس. زر. الناس مثلا اريد اغير من الناس. سوره النساء الى سوره الفاتحه التوبه مثلا التوبه خلاص زر الرجوع من سوره الان ضبط عندي من سوره النساء, النساء الى سوره التوبه التوبه عدد الاسئله هنا عدد الاسئله عشرة. بصراحه هذا يعني شيء جميل بالتطبيق انه هي هو... انت كم سؤال تريد ان يعني تختبر هو جاي افتراضيا على عشرة لكن عشرة. انا ممكن اغيره اضغط عليه عشرة. احنا اختصار للوقت راح نخليها ثلاث اسئله فقط اثنان ثلاثة. راح نخليها ثلاث اسئله فقط اختصار للوقت زر. من سوره خلاص احنا ضبطنا من سوره النساء الى سوره, سورة. زر. التوبه التوبه عدد الاسئله ثلاثه خلاص حتى عدد الاسئله ضبطناه ثلاثه رح على بدء الاختبار هل انت مستعدا علامه السؤال هل انت مستعد ابدا الاختبار زر ولا ابدا الاختبار واحد شرطه مائله ثلاثه السؤال الاول هنا يقول واحد من ثلاثه على اعتبار احنا حددنا ثلاث اسئله اختر الاجابه الصحيحه قوس متعرج ايسر فلم تقتلوهم ولكن لها قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن لها رماء وليبلغ المؤمنين منه بلاء حسنا ان لها سميع عليم قوس متعرج ايمن قوس متعرج ايسر عشر قوس متعرج ايمن هو جايب لي رقم الايه فقط لكن السوره يريدني اني اجيبها الانسان زر سوره الانسان او الانفال زر. الانفال التغابن مريم زر. مريم جايب لي اربع خيارات مريم. هذه زر. الايه باي سوره؟ بسوره الانفال أتغابن. الانفال زر اضغط على الانفال الانفال تنبيه احسنت اجابتك صحيحه يقول اجابتك صحيحه إغلاق. زرق. إغلاق, اغلاق حتي ينتقل زرق. للسؤال الثاني انا راح اكمل الاختبار معكم الجوع. حتى لان اكو اكو شيء بصراحه تبويه النتائج ايضا هسه اثنان شرطه مائله ثلاثه اختر الاجابه الصحيحه قوس متعرج ايسر رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون قوس متعرج المعون زعات القيامه التوبه أتوبة، أتوبة، زر التوبه التوبه تنبيه احسن اغلاق زر هذا السؤال الاخير نشوفه زر الرجوع ثلاث شرطه مائله ثلاث اختر الاجابه قوس متعرج ايسر فلما راى شمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما الحاق الضحى الانعام زر الانعام تنبيه احسن الإغلاق زر هكذا كل الاسئله زر الرجوع النتيجه 100 علامة اني بالمئة هنا يقول النتيجة 100% بناء على ثلاثة أسئلة فأنت كل ما مثلا هنا عدد الأسئلة ثلاثة فكل سؤال هو أعطاني عليه تقريبا أكثر من 30 درجة 100 علامة اني بالمئة فهكذا أنت كل ما تحدد عدد أسئلة أكثر السؤال يكون عليه درجات أقل تم وهكذا تم الاختيار اختبار علامة التبويب 100 زر زر الرجوع خلاص هذا الاختبار ال... خلصنا هذا النوع ال... الأول ال... النوع الأول من زر. الاختبار آي أيوة وتخ... اختبار الحفظ حسب الأجزاء زر. هنا النوع الثاني من الاختبار اللي هو اختبار الحفظ حسب الاجزاء او حسب اختبار الحفظ حسب سور حسب الصور اختبار الحفظ حسب الأج... اختبار الحفظ حسب سور زر آه مثلا نضغط على اختبار الحفظ حسب الصور والاجزاء ن... نفس الكلام هو يقول لك من جزء كذا الى جزء كذا لكن هذا النوع من, نوع من الاختبار يختلف الفاتحه زر الا سوره اناس زر ايضا هنا ممكن اضغط واغير ماكو داعي اغير خلي خلي كل المصحف لانه احنا آه يعني آه شفنا شلون نغير الصور عدد الاسئله 10 هنا ايضا عدد الاسئله ممكن هو يجي افتراضيا على 10 اني ممكن اغيره أه خلاص نخلي المختبار. كل ما كل شيء زر. على ما هو عليه، نضغط ابدا الاختبار. هل انت مستعدا على ابدا الاختبار؟ ابدا زر. ابدا واحد شرطة مائلة عشرة هنا نوعية الأسئلة تختلف قليلا. إيش اللي راح يصير هنا؟ هو جايب لي الآية من سورة الفرقان قوس متعرج أيسر ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، قوس متعرج أيمن، قوس متعرج أيسر 71، قوس 75 مت... في 70% الم... في في كلمات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هنا هو شيء يقول لي الايه السابقه زر. الايه السابقه الايه التاليه زر. الايه التاليه هنا انا اشوف الايه التاليه بيني نفسي اني اقول مثلا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه هاي الايه التاليه اضغط الايه التاليه زر الايه التاليه أشوفها. الايه قوس متعرج ايسر والذين لا يشهدون الزور واذا خلاص اجابتي صحيحه اذا انا ايش اسوي الايه السابقه زر. وكذلك الايه السابقه نفس الشي اضغط على الايه السابقه واشوفها شنو هنا انا اختبر نفسي التطبيق اللي عليه هو فقط يجيب لي السؤال وانا اختبر نفسي لو كانت الايه التاليه اتحقق من أضغط الاجابه التحقق من الاجابه هل كانت اجابتك صحيحه علامه السؤال هنا التطبيق ما يعرف يقول لك هو انت انت جاوبت صحيح فهنا هي يعني الـ ايش اللي راح يصير انا راح احكم على نفسي هل فعلا انا جاوبت صحيح لو لا لو جاوبت صحيح اقول نعم. له نعم ولو جاوبت غلط اقول له اقول له لا فهكذا بهذه شرطه مائله عشره بهذه الطريقه هذه الى حد عشره اسئله يجيب ليها اياها بهذه قوس متعرج ايسر فذوق بما نسيتم لقاء يومكم فقط اكو ملاحظه هنا للحفاظ هو ما راح يجيب لك الاسئله بالترتيب يعني مثلا مو من الاول يعني ممكن يجيب لك سؤال من القيامه وسؤال الثاني من البقره عادي عندما ما عنده اي مشكله يعني ما راح يجيب لك من البقره حتى الناس الاسئله مرتبه لا هو راح يجيب لك ممكن مره يعني من, من الجزء الثلاثين 30 ومره من الجزء الاول عادي عندما ما عنده اي مشكله بهذه المساله ما يجيب لك اسئله مرتبه هذه تبويبه الاختبار زر الرجوع احنا خلصنا كل شيء بيها زر الرجوع زر الرجوع زر ال زر, زر الرجوع التبويبه الثانيه زر الرجوع. سويتش لانج تو تبويبه زر. رائعه ايضا اسمها تبويبه التطبيق عن... النتائج تبويبه النتائج 2 من 3 هذه التبويبه كل اختباراتك السابقه يسجل لك اياها هنا 100 أتق... علامه بالمئة اعاده النتيجه 100 التقييم العام هو 100 اعاده النتيجه 100 علامه 100% تقول التقييم العام هو 100% على اعتبار ان هذا اول اختبار لي فهو ممكن يجمع كل اختباراتك ويقيمك تقييم عام لكن أعادة هذه النتيجة, الثانية وست وعشرين دقيقة وسبعة ثوان بعد ظهر عشرة شرطة مائلة الصفر ثلاثة شرطة مائلة الفين وعشرين هاي جايب لك النتيجة اللي اللي يعني اللي سويناها تونا أع... مئة اختبار مئة الثانية هذه النتيجة مئة. ممكن أعادة النتيجة. أضغط على سنة. إعادة النتيجة ويصفر كل إحصائياتي فلو أعادة أضغط النتيجة. على إعادة النتيجة اختبار علامة صفر علامة بالمئة خلص هو صفر كل ال... كل النتائج التبويبة الثالثة من التطبيق علامة ما بها أي شيء غير أنه بريد المطور ممكن أن تراسله هذا كل ما كان بالتطبيق إن شاء الله ينال على إعجابكم وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته